السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف كتشوفوا اختكم شادين الطريق دابا ان شاء الله الفاس؟ كنتمنى ان شاء الله نوصلوا على خير. القضيه ما نقولش لكم سخونه سخونه الصاد. والله يعني شدينا الطريق مع 12 ديال الصباح، وغنتغداو ان شاء الله في الطريق، عاد نوصلوا ديك الساعه، نوصلوا يمكن مع ديك الخمسة هكاك. ولكن القضيه سخونه، كاين الصاد. كيف قلت لكم غادي نمشي ان شاء الله الفاس. ماما حيت كاينه تما، ما كنت باقا ما شفتهاش، داكشي علاش غادي نطلع لعندها الفاس. ما بغاتش تهبط كازا، ما بغاتش تهبط كازا، شنو نديرو لها؟ مولفه ليا فاس تما، ولكن ان شاء الله غنهبطها معايا. ايوا ها نتوما بقاو معايا ان شاء الله تشوفوا الطريق. الطريق ما بكم والو، غنوا بكم الطريق والبلاصه اللي غادي نجلسوا. العرجات يمكن ولا العريجات هي اللي غادي نتغداو فيها. يعني الصراحه ديما هذه اللي كنا كنمشيو ليها ديما ملي كنكون جايه لكازا ولا غادا الفاس، هكا ديما كندوز تما. ضروري ناكل الشوعد، نمشي الشي الشي ناكل الشوعد ديك الساعه نمشي. واخا اختي قالت لي زعما نديرو كسكسو، هذا اصلا دايره، ولكن قلت لي ما بغيت زعما، حيت الوقت اصلا ما ساعدنيش بانني نمشي مع الوقت. الغدا دابا راه 12 ونص، يعني معاش غادي توصلي، وهذا معاش تغدايا تبقى، يعني غير شاداهم هما في وقت الغدا. كسكسو ناخذوه ناكلوه في كسكروت عادي، ما كاينش مشكل، كل شيء يدوز. المهم ها نتوما معايا، ما نطولش عليكم، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا بزاف بزاف. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، وما تنساونيش بلي لايك ولي كومونتير.
يلا وقفنا دابا في العريجات، مشى امين ياخذ شنو ناخذ نتغدى، وعاد نكملوا الطريق لفاس. راه ركبنا شدينا امين في العريجات، ويلي على البوسان. هاي هاي نم نم باغي نم نم، هو كاين الزيتون والهريسه لا ما ياكلش مطيسه. نم 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 نم، باغي كويته باغي كويته فيا. انت وليتي تاكلها هادي النقبه ديال عيسى. راه حابسو دابا باش ما يخبطش. انت دجاج كامل ماشي انا. علاش باش لاش كتاكل دجاج؟ والله ما بغيتش نقول مخلط كدجاج على الحال كنت. لا لا في الجوع هيا بطاطا باغي اللحم ويلي ويلي على عمي ومزابي الدكالي شد الدب هاي حمزة دبارة كيقول معانا ها شوهنا شوهنا اخويا.